المدرسة كان في الثانوية التعليا عبد الرحمن زيطان، كيتسمى مدرسة فيها الإعدادي وفيها الثانوي، فيها كيتسمى مثلا نقولوا السبعة والثامنة والتاسعة والسانكيام والسيزيام والباك، وعندها الداخلي ديالها كيتسمى كلشي ديالها، وكاينة دار الطالبة ديال البنات، والترانسبور راه موجه كيتسمى ترانسبور، كاين ترانسبور ديالهم كلشي ديالهم، مكاينش شي حاجة ناقصة. ترانسبور والقنطرة هادي راه في عهد الاستعمار اللي كتربط ما بين الجماعة كيتسمى ديال الغدير إقليم دشاون والجماعة ديال مقريصة إقليم وزان، وتعاودت القنطرة جديدة كلشي معوض، ترانسبور كيوصل تم مدرسة ما كاين حتى شي إشكال. أما الشجرة هادي اللي طاحت طاحت في الواد، كان الواد كيتسمى والماء والشتا مشي طاحت الشجرة، كان الواد طاحت العواول بداو كيقطعوا عليها أولادي. جيت أنت نشرت واحد الفيديو خاوي وعرضت التلامذ صورتهم تما، يقدر يطيح لك شي عائل يموت، وكاين الطريق راه فيني بالقنطره ديالها بكلشي ديالها، وعرضتي التلامذه من الخطر. هذا هو المشكل، خصو يترفع معاك يتم هذا التحقيق. اما المدرسه الامور ماشيه مزيانه والترانسبور مزيان كلشي، وهذاك هذا كيبغي الناس اللي كتبغي تحاول تخدم وتعاون التلامذ وتوصل معاهم، وهذه كيجي واحد في الاخر كيبغي يهدم ديك الشيء كامل. هذا هو الاشكال، وحسابات سياسيه خاويه ما كاين حتى شي حاجه، ولو كان فيها شي حاجه يدوق الابواب يمشي يشوف شي حاجه اخرى، شي حاجه اللي غادي ماشي شي حاجه اللي هي غتعرض له من الخطر. هذا محمد منصور اللي عرضت له من الخطر، ما عنده حتى شي فائده. وانت الحمد لله جيتي وشفتي راه القنطره فينيه، راه المدرسه، راه كلشي. الله يودي الدخل كيتسمى فهمتي السلطه وقطعوها الشجره، وهذه راه ماشي يقطعوها باش ما يبقاوش العواول كيتسمى يقطعوا عليها، وكاينه الطريق الرئيسيه. كاين القنطره، كاين القنطره وكاين الترونسبور، كيوصل حتى تما حتى المؤسسه. شني غير التلاميذ كتجي من هذه قصيره كيوزوا من مع الواد وصافي، كيهدي الواد وصافي. هي عندنا ترونسبور، عندنا القنطره، القنطره هي 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 هذه، والترونسبور كيوصل حتى الباب المؤسسه. غير التلاميذ كتجي من هذه قصيره باش كيوصلوا دغيا ما كيتعطلوش. لا عندها، عندها القنطره، عندها الطريق، عندها كل شيء. المؤسسه عندها الطريق وعندها القنطره. هو هذا اللي صور دارها الشيخ قبيح وصافي، ما صارش يعمل هالشيء هذا وصافي. المنظر هذا ما خصوش يعملوا صافي، وكيكذبوا صافي. واش اني هذا هي ها القنطره، ها الطريق فين راه المواصله كتوصل للمؤسسه. ها التلاميذ اللي بغى يهزوا منهم صافي، تجي مدي قصيره شويه على هذيك وصافي، بغى يعدوا الواد من هنايا، هذا بغى يصوروا صافي. كاين تعالي، ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.